زي وزي ناس كتير غيري، مجرد مفتاح في ايديهم يفتحوا بيه السكة ويكملوها هما معرفتهم. انما المهدي بقى، طب وعزة جلال الله ان انا خايف عليكم المشوار ده، انت اصلا متعرفوش زي ما انا اعرفه. انت متعرفهولي قوي. شوف، حسين المهدي ده شبك الواحد بمليون درع ودرع، عمرك ما تروح اي بلد وتلاقيهم مش عارفين ليه. في كل بيزنس اللي في النور يافطه كبيره قوي للبيزنس اللي في الضلمه، تجاره سلاح، مخدرات، عمليات ارهابيه، كل ما تتخيل. وشغله في المخابرات عرفوا الناس وفتح له سكك في حتت كتير قوي، تونس وليبيا ومصر والسودان واليمن والعراق وسوريا كله. تسمع عن لما واحد يقول لك ده ماسك العصا من النص؟ المهدي لا، المهدي بقى بيمسك العصا من ناحيتين، من ناحية النظام اللي بيحكم وناحية المافيا اللي بتسيطر على البلد دي، وكل ساعة بيقوى على الساعة اللي قبليها. واضح ان هو ملوش حل فعلا. انا قلت لك عشان تخاف وترجع عن اللي في دماغك ده. تفتكر بعد كل اللي حصل لي ده عندي حاجه اخاف عليها؟ انسى يا باشا، انسى اللي راح راح، بتدور عليه بس انا مش فاهم. على وبعدين باشا، انت سبتها لهم مخدره وقلت لهم مش لعب، خلاص بقى يا اخي احمد ربنا انك لسه واقف على رجليك. ده في زمايل كتير ليك انت ادرى بيهم مني حاولوا يعملوا نص اللي انت عملته ده، ما لحقوش. طب وحقي راح كده خلاص؟ لا، الحق حبيب الله لو لك حق نجيبه لك، بس انت قول. ماشي، انا هقول لك. شغل اللي راح وسمعتي اللي باظت والقضيه اللي لسه ملفينها لي، اعمل فيهم ايه؟ كل ده هتعوض. ازاي؟ شوف البيزنس اللي يعجبك وانا تحت امرك. بيزنس؟ قرش يعوضك عن الوظيفه، ده غير بقى الجرايد والمجلات وبرامج التلفزيون اللي تغسل سمعتك وترجعها لك تاني زي البرلنت. وبالنسبة للقضية بتاعتك يتلعب في الورق وترجع تاني كأن لم تكن. والبهدلة اللي اتبهدلتها في السجن عامل فيها ايه؟ السجن ده بقى باشا تكفير عن ذنوبك يا راجل. سيدنا يوسف اتسجن، ولا انت حاسس ان انت احسن من سيدنا يوسف؟ والله انت عسل. مش احسن طبعا من سيدنا يوسف. طب قول لي يا شيخ نوح، الكلام ده كله بقى مقابل ايه؟ هو ده الكلام يا باشا. قلت لي بقى مقابل ايه؟ شوف يا سيدي، اول هم انك تشيل موضوع المهدي ده من دماغك وللابد. تاني هام بقى، وده اللي يهمني، تشتغل معايا. انا محتاج قوي واحد زيك كده يشتغل معايا. قلت ايه؟ مشكلتك ان انت عارفني كويس وعارف حكايتي كلها، وعارف كمان ان انا رفضت اشتغل مع اللي اكبر منك مليون مره. تفتكر بقى ان انا هرضى اشتغل مع واحد زيك؟ وماله اللي زي بقى ان شاء الله؟ حرامي وكذاب ومنافق ومليون وش. اللي تعرف تثبته اثبته. هعرف اثبته. مش هتعرف تعمل حاجه. بطلوا بقى، بطلوا بقى سلسله الصوت العالي وما تسمعوش حد. يا نوح، انتوا نسيتوا ان احنا عارفين عنكم كل حاجه، بس سايبينكم عشان حلاوه روح. انتوا قصدك مين بانتوا دي؟ انت واللي منهم. على فكره احب اقول لك اصلك ايه. احنا كمان عندنا حكاوي وحواديت، مش انتوا بس. اسمع نوح، المهدي اوصل له انا هوصل له، بيك من غيرك برضه هوصل له. بس خليك فاكر ان اديتك فرصه وانت اللي ما رضيتش. وخليك فاكر برضه لو وصلت للمهدي من غير ما تقول لي مكانه فين، خليك انت اللي تدور عليه. انا ما بدورش على حد. بكره نشوف. ايوه شاوي، قافل موبايلك ليه من امبارح؟ امن الاوتيل كشف العمليه. بتقول ايه؟ يعني ايه يا شاوي؟ يعني ملهاش معنى تاني، العملية باظت. ده حصل ازاي؟ خلاص بقى علي، عادي هتتعوض ان شاء الله. انتوا مفيش فايدة فيكم. يا
اتفضل انزل من العربية. معلش يا باشا عندي مأمورية ومستعجل. أنت ما بتفهمش، روح أصلك اتفضل انزل من العربية. أنت اتجننت ولا إيه؟ بترفع عليا صوتك ليه؟ احترم نفسك بدل ما أعملك محضر تعدي. فتش يا ابني العربية دي. ليه دي في الشركة سعادتك؟ إيه ده؟ كلنا هنعرف إيه ده يا باشا. مش حاجة سهلة إنك تتصدم في اللي قدامك، خصوصا لو بني عليه توقعات وأمال محدش فرضها عليك. أنت اللي فرضتيها على نفسك وصدقتيها وبدأت تتعاملي على أساسها. أيوة بس كده أنت بتظلم جمال يا زين. أنت ما سبتش شغلك علشان؟ أنا ما قلتش كده. أنا سبت شغل لما حسيت إن الفساد أقوى من إن أواجهه. يا كان هيكسرني يا كنت هلاقي نفسي بقيت جزء منه. اللي شجعني على القرار ده هو جمال، بني آدم المظلوم اللي ما عندوش غير صدقه وطلبه للحقيقة، واللي بيواجه قوة أكبر وأشرس منه. ده اللي أنا كنت فاكره ساعتها، وده اللي اداني أمل وخلاني أقف في صف وأدور معاه. وفي الآخر اكتشفت إني مغفل، وإن هو نفسه جزء من إخفاء الحقيقة. بس هو النهارده قرر يدور على الحقيقة، محتاج لينا كلنا نوقف معاه ونساعده. لما الخطر بدأ يقرب منه قرر يدور، مش كده؟ قصدك ايه؟ ده الفرق اللي بيني وبين جمال. مهنتي علمتني ان ادور على الحقيقة في أي وقت، تحت أي ظروف، بغض النظر إذا كانت هتأذيني ولا لأ، طالما حسيت إنها موجودة. جمال لو فضلت حياته مستقرة عمره ما كان هيدور ولا هيفكر. لا يا زين. جمال مش زي ما انت شايفه خالص. جمال قرر يدور لان لسه في جواه جزء نظيف يحاول يحافظ عليه. عنده ابن بيتمنى له مستقبل اامن وانضف من اللي هو فيه. كمان لو كان عايز يكمل في سكته كان هيقدر يكمل، وكان هيجبر الظروف كلها انها تقف معاه وتساعده، وده كان هيبقى اسهل له لانه كان هيبعد الخطر عن نفسه وهيبقى على هواهم. لكن هو اختار الاصعب المستحيل تقدر تسميه، يبقى يستحق ان انا نقف معاه ونساعده حتى لو هيعرض حياتك للخطر. طالما انا جنبه هحس بالامان.